ملناش يد فيه يعني اذا حصل والظروف الرؤيه كويسه جدا او فلكيا، لكن حصل ان تخلفات جويه جت يعني عواصف زوابع ترابيه صحب، خلاص يبقى بنقول ان احنا ما الرؤيه تمت، ولكن لوجود عوالق جويه او الظروف الفلانيه ما قدرناش ان احنا نشوف الهلال. طبعا الشهاده لازم تكون بمنتهى الامانه يعني، فممكن ما نقدرش ان احنا نتخطاها. الخسوف بقى له علاقه بالهلال او حضرتك الكسوف؟ الكسوف انا الكسوف لان هو طبعا انا بس معلومه هنتهز الغلطه دي واقول ان هو ايه، ان الكسوف يقال للشمس والخسوف يقال للقمر. انا على الحقيقه يعني بيخلني احنا نقول ان القمر بيتكسف الشمس هي اللي بتتكسف علشان نميز كسوف الشمس اللي هيحصل النهارده مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره. هو طبعا احنا خلاص قربنا تقريبا اقل من تلت ساعه علشان يبتدي ميعاده، والناس كلها اللي هي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي صخبا وضجيجا وقالت ان هو هيحصل مصر، هتشوف بعينها ان مفيش نقطه في مصر هتشوف هذا الكسوف نهائيا. كل بس اللي احنا شايفينه هو عباره عن عوالق ترابيه بس حجب الشمس، والشمس هتبقى زي الفل وهتخرج هتغرب ان شاء الله بعد ميعاد هذا الكسوف بحوالي 40 دقيقه، ومش هيحصل في مصر ولكن هيحصل في مكان تاني. ليه هيحصل في مكان تاني بالرغم ان هو حي يعني ميعاده قبل غروب الشمس؟ عشان في ناس بيختلط عليها الامر، بتقول لك ان هيحصل مش هيحصل في مصر عشان الدنيا هتكون ليل. لا، هي مش بالظبط كده، مش هو ده السبب الوحيد، هو ان مسار الكسوف، لانه احنا بنتكلم على ايه كسوف؟ ان القمر هيحجب قرص الشمس. هيحجب قرص الشمس معناها انه هو في حته معينه من الارض، مش بالضروره كل الحتت هي اللي هتكون محجوب عنها ضوء الشمس، ليس من بينها. الكسوف ان شاء الله هيحصل زي ما قلت 5:42 دقيقه بتوقيت القاهره، وهيستمر حوالي 5 ساعات و10 دقائق، وينتهي في 10:58 دقيقه 10:52 دقيقه بتوقيت القاهره، وذروته هتكون الساعه 8:17 دقيقه، اللي هي هتكون لحظه الاقتران اللي بتسبق ميلاد الهلال. شايفين النهارده دكتور في يعني حاله من الغيوم، هل ده هتاثر النهارده على رؤيه الهلال؟ اكيد طبعا. انا لو الهلال موجود والظروف ديت، انا لسه بقول لحضرتك ان هو انا بدور على شعره بيضه، يعني تخيل حضرتك في انا حمره الشفق نفسها عائق، فما بال حضرتك حمره الشفق بالاضافه الى هذه الغيوم والعوالق الجويه، فاصبح بدل العائق اكثر من عائق، فالعمليه. طب في حال تعذر رؤيه الهلال؟ نعم، في حال تعذر رؤيه الهلال يبقى اذا بتعملوا ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي بنقول تعذر رؤيه الهلال، وبنطلع فضيله المفتي على هذا الموضوع، وهو اللي بيعلن في النهايه. الامر بيبقى متروك لفضيله المفتي. تمام. اتفضل. يعني هي نفس الاسئله، العوائق الجويه اللي موجوده قدامنا يا دكتور، في ظل هذه العوائق صعب الرؤيه. طبعا يعني حتى الان زي ما احنا شايفين دلوقتي، الا بقى ان يشاء الله امر اخر يعني. فاحنا بس في الدور الاول بقى ان احنا تكون الصفحه بتاعتنا صافيه، صفحه السماء صافيه عشان ندور عليه. لسه حتى هذه اللحظه لم يحدث هذا الظرف. طيب، وفقا للحسابات الفلكيه متى سيولد هلال شوال؟ سيولد هلال شوال ان شاء الله بعد حدوث الاقتران المركزي، اللي هو هيكون ان شاء الله بتوقيت القاهره الساعه 8:17 دقيقه مساء، اللي هو وقت ذروة الكسوف الشمسي اللي احنا اللي هو بتصدر الواجهة في الإعلام حاليا دلوقتي يعني. فهو دي بعد هذه اللحظة بيولد الهلال، وابتدي اتكلم على دورة اقترانية جديدة، يعني شهر اقتراني جديد. من اكتر من شهر والمعهد القومي للبحوث الفلكية قال لنا ان هو رمضان 30 يوم وفقا للحسابات، ازاي بتجري هذه الحسابات وازاي بتعرفوا قبلها بفتره كبيره ان رمضان هيكون 30 يوم او هيكون 29 يوم؟ الحسابات الفلكيه ديت حسابات يعني عباره عن معادلات معقده جدا، تم طبعا الحصول عليها واستنتاجها بعد يعني قرون من العمل، يعني حضارات كثيره جدا اضافت اليها لغايه لما وصلنا لنتيجتها، واصبحت دلوقتي قطعيه ولا تخطئ حتى كسر من الثانيه. والدليل على ذلك هو النتائج او الرزنامات اللي حضرتك محتفظ بيها واحنا محتفظين بيها كلنا في بيوتنا، اللي هي بتقول لنا مثلا مواقيت الصلاه، وقت صلاه الفجر، وقت صلاه الظهر، وقت صلاه العصر بالظبط بالدقيقه، وازاي بيتغير بين الصيف والشتاء. انا مش محتاج طبعا ان اجيب العلامه الفلكيه، اجيب الشاخص واقعد بقى احسب واقيس طول الشاخص قد طول الظل،
او ان طول الظل اقصر ما يمكن، او ان انا اطلع عشان اشوف الشمس طلعت او الشمس غربت او اختفى الشفق او ظهر الشفق. لا، انا بيكفيني جدا وانا قاعد في بيتي عادي جدا ببص للنتيجه دهيت، ودلوقتي ببص للتطبيقات في الهاتف المحمول بتاعتي. خلاص انا جت الساعه في ساعة مثلا 3:27 دقيقه، ده مع صلاه العصر. خلاص يبقى ده مع صلاه العصر. لو ما سمعتش الاذان طبعا، يعني وانا في مكان ما فيش فيه اذان يبقى بعرف ان وقت العصر دخل، يبقى انا كده ان انا بصلي العصر. الحسابات دي هي اللي انتجت هذه المعادلات، وهي نفس الحسابات اللي بتنتج عمليه بدايات الشهور. انا طبعا منها بعرف مواعيد شروق الشمس، مواعيد شروق القمر، مواعيد الاقتران. دي اهم مواعيد عندي بالنسبه لي، لان انا طبعا لازم اعرف ثلاث حاجات دول علشان منهم اعرف اذا حصل الاقتران بدور على مكس في يوم الرؤيه. هو ده الفيصل بالنسبه لي، لا رؤيه قبل الاقتران. بدور على بعرف بقى اذا كان في، هل هيستمر الهلال في مكس فوق الافق بعد غروب الشمس؟ طيب المكس ده كام من الوقت؟ طيب مش بس المكس، الهلال نفسه ماشي هو ليه مكس كل حاجه، ممكن يفضل نص ساعه مثلا او ربع ساعه او ثلث ساعه، لكن قد ايه هو مرتفع فوق الافق وقد ايه هو منحرف عن قرص الشمس وقت الغروب، علشان اسهل على نفسي. انا زي ما قلت لحضرتك ان هي لما بدور انا على حاجه دقيقه جدا يبقى لازم اعرف مكان احداثياتها فين بالظبط علشان ما تهشي وسط السماء والوقت يمر والهلال عمال بيغرب مني، مش ثابت في مكانه طبعا، وينتهي فتره تنتهي فتره المكس دهيت وما شفتش الهلال. فانا بحدد مكان واحداثياته سين وصاد كده زي الاحداثيات العاديه خالص، يعني سين وارتفاعه فوق خط الافق وانحرافه عن الشمس علشان اعرف مكانه فين واوصل له بسهوله. يعني تقريبا الزمن حوالي 14 دقيقه علشان نقدر نبص. هنبدا بقى ايه اللي حضرتك دلوقتي هتبتدي من دلوقتي تبص، ولا لازم في الوقت ده؟ لا يعني هو في تجهيز معين حضرتك هتبدا بيه. طيب تصحيح لكلام حضرتك، احنا قدامنا تقريبا حوالي ساعه الى 10 دقائق او ساعه الى 12 دقيقه علشان نبتدي نبص. هو حضرتك قلت 5 الا ايه؟ ستة إلا تلت، ده اللي هو معاد بداية الكسوف الشمس اللي هو أصلا مش هيتشد. لا لأن ممكن أوريهولك أن حضرتك هتبص في الوقت ده مش هتلاقي فيه أي فيرست كونتاكت. هو الفكرة في 5:42 ده اللي هيحصل فيه الناس اللي هيشوف الكسوف، وهو قاعد كده في أمان الله هيبص يلاقي أن قرص القمر ظاهريا طبعا يعني بدأ تلامس ظاهري بينه وبين قرص الشمس، زي يكون كورتين كده لمسوا بعض. ده اللي هو الفيرست كونتاكت او التلامس الاول، بيبتدي يدخل شيئا فشيئا لغايه لما يوصل ذروه الكسوف الساعه 8:17 دقيقه. بعد كده يبتدي ينخلع منه او يعني ينسلخ منه لغايه ينتهي اخر لاست كونتاكت او اخر تلامس الساعه 10:52 دقيقه. ده اللي هيحصل. فانا هتيجي الساعه 5:42 دقيقه وهقول لحضرتك اتفضلي شوفي لي كده اذا كان في حاجه كانت بيحصل اختلافات بين الاراء بين الاماكن ولا بيحصل اختلاف في التوقيت. يعني انا بقى التوقيت ده هو بتوقيت القاهره، كل التوقيت اللي انا قلت لحضرتك ده توقيت القاهره. يا دكتور الحسابات الفلكيه بتاكد ان النهارده غدا هيبقى المتم رمضان العيد هيبقى يوم الاربعاء. ده الحسابات الفلكيه النهارده كسوف الشمس، مش معنى وجود الكسوف ان الهلال اتولد. وجود الكسوف هو اللحظه التي تسبق ميلاد الهلال، تسبق الميلاد، تسبق الميلاد. هو الكسوف انا بقول دايما الاقتران ده هي ذروه الكسوف، هي بالظبط لحظه الاقتران اللي بعديها بتولد الهلال، اللي هي انا بشبهها بالظبط كده. الناس اللي عندها ساعه عقربيه، العقرب الكبير لما بيشير رقم 12 بيقفل الساعه، بتدي ساعه كده بالظبط. ساعه لحظه الاقتران دي هي اللي بتقفل الشهر ويبتدي الشهر الاقتراني جديد. لكن هو الفكره ان في فرق ما بين الشهر الاقتراني والشهر الشرعي. علشان الشهر الاقتراني يحصل او عشان الشهر الشرعي ينطبق على الشهر الاقتراني لازم وقت غروب الشمس يكون فيه هلال ليه موكس. لانه ممكن يحصل الاقتران قبل الغروب وكل حاجه، لكن الهلال يغرب قبل الشمس او يغرب مع الشمس او يغرب بعد الشمس بدقيقه مثلا ولا حاجه. كده بقى الشهر الشرعي ما انطبقش على الشهر الاقتراني. فالشرعي هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا اكمل.
طب والفلك؟ الفلك بقول لك لا ده يعني الدوره الاقترانيه بدات، يعني هو اذا كان في دوره اقترانيه شهر اقتراني بدا. ولذلك ما هو في دايما حتى في فرق كمان، حتى عندنا مصطلحات كده في الفلك، في الشهر العقدي والشهر الاقتراني. يعني ايه الشهر العقدي؟ الشهر العقدي ان هو حركه القمر نفسها حوالين الارض هي 27 يوم، بس علشان يرجع لمكانه بعد ما الارض تكون دارت في مدارها حوالين الشمس بيتاخر كمان يوم. يبقى 29 يعني اللي هو بيسموه حتى الشهر النجمي. اللي هو ايه ليه شهر النجمي؟ انا بعتبر نفسي انا واقف في نجمه بره المنظومه دي خالص وبرصد المنظومه دي كلها. فبشوف الدائره الكامله عملت كام؟ 27 يوم. لكن علشان يرجع لمكانه بعد ما الارض تكون اتحركت عشان يسقط عليه ضوء الشمس مره، يعني الارض هنا وكده والشمس هنا كده، علشان يرجع مره ثانيه هو نفرض ان هو بدا هنا فلازم يرجع ثاني هنا. لو انا يعني رجعت مره تانية هنا كده ده الشهر النجمي. نجمي. لازم استنى تاني كمان يومين عشان يرجع تاني يعمل لي ده اقتراني. ايلاد بكره ولا الناس زهقت بقول لك لا بص الناس بتقول لك هنا ايلاد بكره ولا مش بكره عشان كده كل حاجه عليهم نقول ننتظر فضيله المفتي ان شاء الله. الفلك الفلك جاي. الفلك بيقول ان شهر الاقتران ان شاء الله مش هيبتدي بعد صلاه العشاء، يعني لسه مستنى صلاه العشاء الناس بتقول طبعا كل حاجه ليها اصولها وكل حاجه يعني ما ينفعش اضحك. ليه طيب؟ عايزين نعرف برضه لازم تسال. انا شايف ان الزاشه ممكن تبقى تتحسب كده. ما اقدرش ما اقدرش نحكي. دي احنا بس الناس دعاء الناس في البلد احنا عايزين المجتمع يكون متماسك. يعني الناس بتقول لك انا بس والقمر الحسبان شيء مؤكد. يعني السنه دي برضو كانت في اللي هي السنه يعتبر الكبيسه اللي كان حتى كان شهر فبراير كان 29. ملوش دعوه احنا ملوش دعوه لا احنا ملوش دعوه بالكلام خالص. ده شهر ميلادي. احنا لينا دعوه بمدار القمر مش كده؟ وتقاطعه مع الشمس والارض. ايوه فالرؤيه العلميه رؤيه قطعيه، الحسابات العلميه قطعيه وليست ظنيه. هنا بقى الرؤيه البصريه الظنيه، واحد نظره كويس مش نظره كويس، خيل له انه راى الهلال ولم يرى الهلال. طب شفت هو عنده ضمير ما عندوش ضمير مش كده؟ ايوه اتكلمنا عن اللجنه نفسها يا دكتور بقى. أيوة. يبقى فيها اعضاء اللجنه بيكونوا يعني كل لجنه من اللجان الرصد الحقيقه يكون فيها طبعا لازم واحد فلكي مننا من المعهد نرصد، يعني من المعهد بتاعنا نرصد حلوان يعني معهد فريق يعني هو يعني معهد قومي هو ده الاصل يعني. وان كان في اماكن اخرى للناس فلكيين مين طبعا تبقى في قسم فلك النهارده هتأثر على عدد شهر رمضان. نعم النهارده هتأثر على شهر رمضان. يعني ايه؟ هتأثر على عدد شهر الهجري. ايوه طبعا طبعا عندما يعني قصده يعني هتحجب الرؤيه ما هنشوفش مثلا ظهور الهلال مولد الهلال هو قصده كده. ايوه ايوه طبعا مما لا شك فيه انه لو رؤية الهلال طبعا يستحيل رؤيته اليوم هذه الليله، الا انه كما قلنا وقد اسلفنا ان الهلال لم يولد بعد. الهلال لم يولد بعد، الهلال سيولد الساعة 8:22 بعد غروب الشمس. الواجب حتى يرى الهلال لابد أن يكون قد ولد قبل غروب الشمس بمسافة زمنية 4 ساعات. يعني لو كان الهلال مثلا ولد قبل غروب الشمس النهارده على 6:18
علشان يرى الهلال كان لازم يولد قبل الايه؟ قبل الساعة 6 بأربع ساعات مثلا. يعني الساعة كام؟ الساعة 2 مثلا يعني. لو كان الهلال يولد قبل الساعة 2 كان ممكن احتمالية يولد كان ممكن سفر قائمة. تعال شوية بعد. أنا كده إن كلامك ممكن. تعال أصلا. مش أنا كلامك. قبل. علمية حسابية قبل. نعم. لكن كما قلنا فضيلة المفتي هو الذي يسلم بداية الشهر. لسنا نحن آلة علمية. أعلى جهة الشريعة علمية. نحن الحاسبون. لا والله ما بطلع خش لكن انا نوصل لبعض كل المفتي هو الذي شكون يشتغل بداية الشهر. لم نرى بعد اين نحن لم يولد لم يولد يعني في وقت لحظة الغروب لا لا مش غير بقول لك ما نوصل لبعض عامل نفسك من بنها لحظة الغروب هي لحظة استطلاع وما يعد الغروب ما زال المؤشرات بتقول يا دكتور يعني المؤشرات دلوقتي بتدل على ايه يعني لا نقول بصوت غير مصدق نقول الهلال سيولد بعد غروب الشمس ده الكلام العلمي الساعة 8:22 دقيقة طيب ماذا ترى نعم لا أنا لا أرى أنا أحسب طيب الحسابات الفلكية ولا الرؤية البصرية هي اللي بتحدد ولا الاثنين مع بعض والله فضلت المفتي بياخدوا الاثنين مع بعض فضلت المفتي بياخدوا الاثنين الأصحيح أنهي اللي بيضع الثاني أكتر يعني نعم لو شفنا حاجة من لا طبعا الحساب هو الاصل يعني الحساب هو الاصل لان العين ممكن تخدع ايوه وهيئ له انه راى الهلال ولم يرى الهلال بصره ضعيف فمه لوثات جويه او ما الى ذلك فكل هذه العوامل حقيقه لكن الرؤيه العلميه الحسابات العلميه قطعيه ها قلنا الحسابات العلميه قطعيه وظنيه قطعيه لماذا هي قطعيه لان انا اشوف لكم الكشوفات الشمسيه والكشوفات القمريه وتاتي كما حسبناها تماما بالثانيه صح كده انما العين ممكن تخطئ العين ممكن تخطئ نعم بس من الضروري ان هم ياخدوا برضه الرؤيه البصريه والله اللي ياخد الرؤيه البصريه او لا يحتفظ بيها او الحسابات العلميه في الكتب اما انت على الشمس هياثر على رؤيه حالة لحظة هي لحظة محاق لحظة ايه العدد الكبير لحظة تشوف الشمس ايه محاق يعني يمحق ضوء القمر ما فيش ضوء قمر يعني كلمة محاق يعني الاجسام الثلاثة على استقامة واحدة الارض والقمر والشمس على استقامة واحدة ضوء الشمس اللي يسقط على القمر ينعكس يعني مرة أخرى على الشمس مش كده؟ هي دي لحظة إيه في حقيقة الكسوف لحظة الكسوف دي مش كده؟ كيف يرى؟ فحتى يرى الهلال لابد أن يكون القمر قد انفك عن الخط الواصل ما بين الشمس والأرض مسافة زمنية أو زاوية قوسية في حدود من 6 إلى 8 درجات حتى تكون هناك زاوية سقوط وزاوية انعكاس على الأرض لكن لو كان الثلاثة أجسام على استقامة واحدة مش هتكون في زاوية سقوط وزاوية انعكاس هم الثلاثة يبقى في زاوية سقوط وينعكس كل ضوء الشمس السقط على القمر إلى الشمس مرة أخرى بل لابد أن ينفك مركز القمر أو القمر عن الخط الواصل بين مركز الأرض ومركز الشمس حتى تكون هناك زاوية سقوط وزاوية انعكاس دكتور هل الأمطار تأثر على الرؤية؟ نعم هل الأمطار على الرؤية البصرية طبعا مما لا شك فيه لكن الرؤية الحسابية والعلمية لا لا حسابات العلمية لان في ناس بتقول ان الامطار ممكن تاثر على لا تاثر على الرؤية البصرية وشوية ملوثات زي كده تاثر على الرؤية البصرية الرؤية البصرية طيب حضرتك شايف ايه يعني شايفين القمر بالنص ايوه الخسوف بقى يرقص الخسوف القمري عكس الخسوف الشمسي الخسوف القمري تكون الارض هي اللي في المنتصف تكون الارض هي وهي التي تحجب ضوء الشمس عن القمر طيب لكن الكسوف ها اللي هو ايه القمر في النص القمر في النص بالظبط كده طيب يعني هم السؤال اخر ناس كويس ظريفين بنسبه كام في الميه يعني لكن الكسوف القمري بيكون في منتصف الشهر العربي عندما يكون القمر مدرا الخسوف الخسوف القمري مش كده لكن الكسوف الشمسي عندما في بدايه الشهر العربي الخسوف مرتبط بالمد والجزر نعم الخسوف والجزر نعم يعني اكثر شيء يؤثر فيه القمر على الارض على المد والجزر بالنسبه لي انا حد سمعك بكره العيد ولا مش لا 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 لست انا مين لا لا يا فضيله المفتي بنسبه كم في الميه بنسبه كم في الميه يعني نعم ولا لا انا لا استطيع تحديد لا بالنسبه للحسابات الفلكيه يعني اقول كلماتنا الحسابيه أيوة. الهلال لم يولد بعد الهلال سيولد بعد غروب الشمس ويستحيل رؤيته هذا ما نقوله فضيله المفتي هو الذي يقرر يجمع الحسابات العلميه مع الرؤيه البصريه مع هو الهلال حتى يرى لابد ان يكون قد ولد قبل
قبل غروب الشمس بمسافة زمنية لا تقل عن 4 ساعات، ثم يظل فترة من الليل. مش من الليل ما تولدش عشان يشوف. طب عايز شايفين الغيوم وشايفين في حاجة جامدة، هل ده يؤثر على الرؤية؟ لو كان في قمر هيؤثر طبعا. لو كان في صدق اشياء احنا نجيبها نعم لا نور خالص. لو في هلال النهارده مع وجود هذه الملوثات الجويه مش هتشوف كده غم على كده. لا هم لورا يا عم نوسع المعاد مرسى. بص هو حاجه بالظبط الحمد لله كمل قول يا دكتور اللي بعده البلاد الاخرى العربيه تكون فتره المقص كبيره، فهنا يستانس بهناك او هناك يستانس بهناك، مش كده؟ من الذي يفعل ذلك ويجمع هذه الماده العلميه؟ ضد المفتي ولا مثاليا الناس هتصلي التراويح عشان محلات الكشري اسمها الناس تصلي التراويح بطل يا زفت يا اولاد بقى ازيكم ما حدش هيصلي. بالنسبه للجو يا دكتور شايف الضباب بنسبه قد ايه؟ يعني هيعوق الرؤيه ولا هيسهل؟ لو كان في هلال مع الملوثات لن يرى الهلال، لو كان لكن الهلال لن يكون. طيب الملوثات دي يعني حضرتك عندك علم الحسابات الفلكيه بتقول انها تفضل لمده قد ايه؟ لا الملوثات دي الملوثات دي مش تبع السماء الفلكيه، دي ملوثات جويه. تعتمد في المقام الاول، تعتمد في المقام الاول في حقيقه الامر على اتجاه الريح. اتجاه ايه؟ اتجاه الريح النهارده ايه يا دكتور؟ نعم كلمنا عن اتجاه الريح النهارده. والله اتجاه الريح عموما في مصر عموما اعلى نسبه اتجاه الريح شرقيه شماليه شرقيه الى شرقيه. يعني تاخذ الرياح تاخذ الملوثات من الشرق وتوديها الغرب. ده السبب ان في اغلب الايام في رصد الهلال يكون في صعوبه. ليه؟ علشان اتجاه الريح، اتجاه الريح شرق او شمالي شرقي. صح كده؟ نعم هذا كلام غير علمي وهذا كلام خطا شنيع. في كسوفات شمسيه تكون في السنه مرتين. نعم لا 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 كسوفات شمسيه سواء الجزئي الكسوفات الشمسيه الكلي. حاضر. الكسوفات الشمسيه 4 انواع. كم نوع؟ 4 انواع. كسوف جزئي وكسوف حلقي وكسوف كلي وكسوف مختلط. ايه بقى كل حاجه عايزين الناس عايزه تعرف؟ نبدا بالكسوف الكلي. الكسوف الكلي اللي هو موجود النهارده في امريكا ده في كسوف كلي. يعني ايه كسوف كلي؟ يعني مركز القمر واقع على الخط الواصل ما بين مركز الارض ومركز الشمس. يبقى في هذه الحاله ايه؟ القمر سوف يحجب ضوء الشمس كليا. وطبعا الكسوف الشمسي يكون نهارا يكون ايه؟ لكن الكسوف القمري اللي بيحدث في منتصف الشهر العربي يكون ليلا، اليس كذلك؟ اما الكسوف الجزئي هو ان مركز القمر يكون منحرف قليلا عن الخط الواصل ما بين مركز الارض ومركز الشمس. ما مرة أخرى متى يحدث الكسوف الكلي؟ لما يكون مركز القمر واقع على الخط الواصل ما بين مركز الأرض ومركز الشمس. أصعب المواقف الحصر بس لما نكمل المادة العلمية بتاعت الكسوفات دي أنواع الكسوفات. جزء يكون جزء يبقى مركز القمر منحرف عن الخط الواصل ما بين مركز الأرض ومركز الشمس. يبقى في هذه الحالة القمر يغطي 30% 40% 50% ولكن لن يغطي 100%. لو غطى القمر ظاهريا طبعا كل قرص الشمس يكون ايه؟ كسوف كلي. تمام. لكن غطى جزءا منه يبقى بيسميه كسوف ايه؟ جزئي. يبقى احنا اتكلمنا كده عن نوعين. تمام. نيجي بقى للنوع الثالث اللي هو انه ايه؟ الكسوف الحلقي. ايه الكسوف الحلقي؟ ان قرص القمر يغطي جزء او يغطي قرص الشمس بس تظل حلقه متبقيه من قرص الشمس مضيئه. هو لماذا يحدث؟ ايه الكسوف الحلقي ده؟ ده مرتبط
في بعد المسافة في بعد القمر عن الأرض. بعد القمر عن إيه؟ عن الأرض. احنا عارفين في دورة القمر حول الأرض يكون في حالة الحضيض وحالة الأوج. حالة إيه؟ الحضيض يعني كل القمر قريب مننا. يعني حوالي إيه؟ متوسط. يعني يكون المسافة بين الأرض والقمر أقرب ما يمكن قريبا. زي حقيقة الأمر يعني ده الكسوف اللي هيحدث الآن أو النهاردة فين؟ في أمريكا. أيوه. النهاردة يعني الآن المسافة بين الأرض والقمر 360 ألف كيلو متر. 360 ألف. خلينا نبص على الشمس أو 360 ألف كيلو. تمام كده؟ وأبعد مسافة 408 أو 410 ألف كيلو. لما يكون القمر قريب هيغطي كل قرص الشمس. لما كان القمر قريبا القطر الصغير بتاعه كبير. لكن لما يكون بعيد يكون القمر القطر الظاهري للقمر اقل ما يمكن. وبالتالي في حاله الكسوف الحلقي لما يكون القمر بعيد مش هيغطي مركز القمر منطبق على الخط الواصل بين مركز الارض ومركز الشمس، ولكن القطر الظاهري للقمر قليل، وبالتالي تظل حلقه، وده بيسميه كسوف حلقي. طب متى يتم الكسوف الحلقي؟ لما يكون القمر في حالة الأوج. المسافة يعني إيه؟ 400 ألف كيلو أو 460 ألف كيلو متر زي الآن. يعني إيه؟ ده القمر قريب، ده يحدث كسوف كلي لو كان مركز القمر منطبق على الخط الواصل من مركز القمر.